تشهد الجولة 22 من منافسات دوري نايل العديد من المواجهات القوية، لعل أبرزها لقاء الأهلي وبلدية المحلة وبيراميدز والمصري في لقاءات تحمل الكثير في المسابقة المحلية. البداية بالأهلي والذي يسعى لمواصلة تألقه وتحقيق الفوز الرابع على التوالي على حساب بلدية المحلة، وذلك في لقائه الأخير قبل خوض غمار منافسات نهائي دوري الأبطال أمام الترجي في 18 من الشهر الجاري. ونجح الأهلي في تحقيق 3 انتصارات منذ تفوقه على مازيمبي في نصف نهائي دوري الأبطال على حساب الإسماعيلي والجونة والاتحاد السكندري، ليجمع في رصيده 30 نقطة من 14 مباراة للمارد الأحمر حتى الآن في المسابقة المحلية. في المقابل يسعى فريق بلدية المحلة للخروج من النفق المظلم ووضع حد لمسلسل الهزائم الذي لازمه في آخر 3 مباريات، معولا على هداف الدوري حسام أشرف ب11 هدفا رغم صعوبة المهمة وإن كانت أمام الأهلي والذي خسر أمامه لقاء الدوري الأول بخماسية. وعلى الجانب الآخر مواجهة مرتقبة بين متصدر الدوري ووصيفه، حيث يحل بيراميدز ب41 نقطة ضيفا ثقيلا على المصري البورسعيدي صاحب المركز الثاني ب37 نقطة. مواجهة مرتقبة خصوصا وأن الفريقين يعيشان أفضل فتراتهم في الوقت الحالي، حيث عرف بيراميدز الفوز في آخر 5 مباريات له بالدوري ليتربع على صدارة جدول الترتيب، وهو ما يحفزه لتحقيق الفوز 6 تواليا، فيما عرف المصري والآخر الفوز في آخر 3 مباريات له بالمسابقة المحلية. ويخوض بيراميدز لقاءه 19 في دوري نايل، فخلال 18 لقاء عرف الفريق الفوز في 12 مباراة مقابل 5 تعادلات ولم يهزم إلا مرة واحدة فقط، فيما يلعب المصري مباراة 21 محققا خلال 20 مباراة 11 فوزا و4 تعادلات و5 هزائم في المسابقة المحلية. في النهاية الأهلي يسعى لمواصلة قطار انتصاراته أمام بلدية المحلة في بروفته الأخيرة قبل نهائي دوري الأبطال، وطموح الفوز يشعل صدام بيراميدز والمصري، فلمن يكون التفوق في مواجهات دوري نايل؟